الكلمة الآن للسيد النائب عمر بلافريج. السلام عليكم، تحية للجميع، تحية خاصة للسيد السفير دولة فلسطين. نعيش اليوم لحظة حساسة ومضطربة في مجال العلاقات الدولية. اليوم عندنا رئيس أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم يتصرف بطريقة غير مسؤولة. هذا معطى سنتعاملوا معه. فبالنسبة لي شنو ممكننا نديرو حنا كمغاربة كمسؤولين سياسيين نواب وحكومة؟ كنظن بأننا خصنا نتصرفوا بمسؤولية على مستوى الخطاب من جهة، وبوضوح من جهة أخرى على مستوى الممارسة والفعل. فهنبدأ أنا بالوضوح في الممارسة والفعل. فين وصلنا في محاربة التطبيع مع إسرائيل؟ فحسب الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية، حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل أكثر ب 404 ملايين دولار شهريا، 4 مليار في الشهر. أين هي محاربة التطبيع مع إسرائيل؟ حكومتي اش كدير في هذا المجال؟ وحنا كنواب الأمة كمشرعين اش كيمنعنا اليوم نصدروا قانون كيجرم العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل؟ هذا هو بالنسبة لي الوضوح الحقيقي في الممارسة والفعل. جانب خور وهو الجانب المسؤولية في الخطاب، كان ظن بأن علينا إحنا كنواب كمسؤولين سياسيين نوروا الرأي العام ونفسروا للناس بأن المشكل ماشي مع اليهود، يجب عدم الخلط بين اليهودية كديانة والصهيونية كإيديولوجية عنصرية. اليهود ماشي كلهم صهاينة، لا البارح لا اليوم. هناك في العالم شخصية يهودية الأصل في طليعة النضال ضد الفكر الصهيوني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. اللي ما كيعرفش شنو عام شومسكي في أمريكا، تكلموا على أبراهام الصرفاتي وشمعون ليفي الله يرحمهم. واللي باغي يسمع أكثر اليوم يسول على شكون اللي في المغرب كيترأس حركة بي دي إس، حركة المقاطعة الحقيقية ضد إسرائيل. اسمه سيون أسيدون، يهودي الأصل. هذه من جهة. ثانيا مسؤولية كذلك، في إطار المسؤولية يجب علينا تنوير الرأي العام عن حقيقة ونوعية الدفاع عن القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية بالنسبة لنا ليست قضية صراع بين اليهود والمسلمين، وأبسط دليل عن ذلك الفلسطينيين ماشي كلهم مسلمين. كاين زوجة المرحوم ياسر عرفات مسيحية، جورج حباش المناضل الكبير. فهذو أشياء مهمة بالنسبة لي كمسؤولية. القضية الفلسطينية قضية عادلة، هي قضية احتلال وقضية عنصرية. إسرائيل دولة عنصرية لا تحترم القانون الدولي ولا تحترم حقوق الإنسان، بحالها بحال جنوب إفريقيا في عهد الأبارتيد. فبالتالي خاصنا ندخلوا في محاربة التطبيع مع إسرائيل، هذا هو بالملموس الحق. شكراً شكراً, شكراً.